صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في مدارس دار المعارف. النهارده هناخد حرف جديد من حروف اللغه العربيه، المستوى الاول رياض اطفال. هناخد حرف ايه يا ترى؟ هناخد حرف اسمه حرف الزاي. هو ده شكله. اسمه ايه الحرف ده يا ولاد؟ زاي. اسمه ايه؟ زاي. حرف الزاي من الحروف الرافصة او الحروف الشقية اللي مش بترضى تمسك في ايد حد بعديها. زي ايه؟ زي حرف الراء، زي حرف الالف. طيب حرف الزاي من الحروف الايه؟ الشقية. طيب حرف الزاي صوته عامل ازاي؟ ز ز. صوته عامل ازاي؟ ز ز. ها اللي طلعت دي زرافة. كلمة زرافة بتبدأ بحرف زاي. ز ز زرافة. طيب تعالوا نتعرف او تعالوا نتعلم نكتب حرف الزاي ازاي. نكتبه ازاي؟ هنيجي على السطر هنا، هعمل شرطة مايلة كده على السطر وانزل منها بخط منحنى شبه ايه؟ شبه الزحليقة. فوقيه ايه؟ نقطة. ما انساهاش، لان لو ما حطيتهاش هيبقى شبه حرف ايه؟ هيبقى شبه حرف الراء. تاني هعمل شرطة مايلة على السطر وانزل منها بخط منحنى تحت السطر شبه الزحليقة، والنقطة ما انساهاش فوقيها. يبقى احنا كده كتبنا حرف ايه؟ حرف الزاي. طيب تعالوا نتعرف على اصوات حرف الزاي. اول صوت في فصل الصيف زا. ها لما تحط كان ماشي في الشمس حامية وحط ايده فوق دماغه ففتح صوته او غيرت صوته، خليته عمل ازاي؟ زا. زاي فتحة. زا زي كلمة زا. زبادي. زا زرافة. طيب تاني صوت ها في فصل ايه؟ في فصل الشتاء اهو تلج. طيب حرف الزاي اتزحلق، ايده اتكسرت نزلت تحت، غيرت صوته خليته عمل ازاي؟ زي. زي كسرة. زي زي كلمة ها. ده ايه؟ زر، اللي هو زرار اسمه في اللغة العربية زر. بدأت بزاي كسرة. طيب تالت صوت ها في فصل الخريف، الهواء اهو شديد، حرف الزاي كان ماشي راح واقع على دماغه من الهواء الضمة، خليته ضمت صوته عمل ازاي؟ زو. زاي ضمة. زو. زو زي كلمة زبد، اللي احنا اللي ماما بتعمل لنا بيها الاكل اسمها ايه؟ زبد. طيب اخر صوت ها في فصل الربيع، الجو جميل والولاد بيلعبوا اهو والازهار والورود موجودة. ها حرف الزاي وهو بيلعب مع الاطفال دي وقعت على دماغه وردة خضته. الوردة دي اسمها ايه؟ اسمها سكون. ها خضت صوته خليته عمل ازاي؟ زق. زي سكون. زق بلاقيها في كلمة ايه؟ ها المربع اللي ظهر لي ده لونه ايه؟ ازرق. بصوا كلمة ازرق فيها حرف الزاي عليه سكون. ازرق. برافو عليكم يا كيجي. طيب تعالوا بقى نحل أنشطة على حرف الزاي. النشاط ده جميل جدا وكلكم هتحبوه. هيديني صورة وهيديني حروف، هحذف الحروف اللي شبه بعضيها وهكون كلمة. تعالوا نحذف هنا الحروف اللي شبه بعض. هي حرف الألف مع حرف الألف، حرف السين مع حرف السين. ها اتبقى لي حرف ايه؟ زاي كسرة وراء. تعالوا كده نركب الصوتين دول على بعض هتديني كلمة ايه؟ زي ر. زر ادت كلمة ايه؟ زر. طيب تاني صورة جزر. ها هيديني برضو حروف. ها هشطب الميم مع الميم، التاء مع التاء، اللام مع اللام. ها هيتبقى لي حروف ايه؟ تعالوا كده نجمع الاصوات دي. جا زا ر. جزر ادتني كلمة جزر. طيب النشاط اللي بعديه هكتب الحرف الناقص. ها صورة ايه دي؟ زبد. بصوا تعالوا نشوف كده الحرف الناقص ايه اللي في الاول.
ها زو، ها بدأت بحرف ايه؟ ضميت اهو. برافو، سمع حد بيقول زاي ضمة زو، بدأت بزاي ضمة زو زبد. طيب الصورة التانية، صورة ايه دي؟ ها اللي بنحبه وماما بتعمله لنا في الأكل، رز صح، بس في اللغة العربية اسمه أرز. أرز، ها انتهى بصوت حرف ايه؟ أرز ز. برافو، صوت حرف ازاي؟ برافو عليكم يا كيجي، يا رب تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في الفيديو القادم.